توقفت غاد المسيرة هذا هاليا قد عمرك وقتها؟ والله يظل لي 25 26 اه كملت 25 هكاك بكري برشا يعني برشا علاش؟ ظروف حكمت في المروحة اللي بعد فرنسا صار حادث مرور قلب الدنيا كل سفي على عافية وشوية ملحنة شوية مرتبت لي دين حتى أنا ما قصرتش كيفاه؟ واحد علاش اليوم أنا نحاول نلعبي اليوم نعطيهم اللي صار لي ولا نحاول نعطيهم باب بو أنت ما أجبتها الموضوع قعدت كي نقطة غامضة في مسيرة أنيس عيالي، أنيس عيالي كان ملاعب معروف وفي فرنسا يلعب لكن بعد اختفى جملة واحدة حكيت لي شنو صار وقتها بالضبط. والله هبطت لتونس وقت عملت حادث مرور كبير فهمت وتوقفت فيه معناتها صار الإيقاف بمنه حادث كبير برشا صار فهمت كاو بعد اللاكت نتاع الوقوف صارت يعني ما استوعبتهاش فهمت ما قبلتهاش قعدت برشا موقوف مقعدت يذولي بري 10 و10 ايام هذا فهمت تصورك تكون توب تسقى روحك في الدنكور صار في موت حادث وقتها حادث غراف غراف بغراف وفي برشا ضرار وقتها واحد قعدنا على ذمه يعني كما نقولوا احنا القانون انت ظالم ولا مكشوف ولا مظلوم وقتها انا ظالم وقتها انا ظالم قلت لك راه بغض النظر على الامور الفنيه علاش الملاعبية ديما نحكي اليوم على حياتك البرة من التيران ويزمك تجتهد ويزمك بيان انطوري ويزمك شكون يتلهى بيك شكون يقدريك كل يوم يزمك العصار الملاعب تاع كرة في تونس سيرتو باش يحاول يشد السكة فهمت كيفاه وقت صورة الحادث أنيس؟ الحادث بون حرقت واللي جايين حاسيلو في لحظة معناتها في رمش تعين فهمت من غدو نلقى روحي موقوف ومن بعد صار ايقاف يعملوا لي داعي للسجن قعدت غاديكا وشفت طلعت على برشا حاجات وعلى مشاكل التوانسه والتوانسه وخرجت برشا حاجات ايجابيه ما قدرت بدلت حياتي كومبليت في حاله طبيعيه كنت وقتها؟ اي لا ولا حاله طبيعيه كنت في حاله طبيعيه وقتها ما صغر شويه وعندي كرهبه وقتها هبت كوسيت هليبوك تشوفها كرهبه وفرحان بها الله غالب لونتوراج ولونكادرومون ما كانش موجود مع شويه انا الفلوس اذا كيبدا واحد من لاعبي صغير ودور في يدير فلوس علاش اليوم يلزم لاعبيه لو ماكسيموم يحاولوا عينيه كبيره بهم برشا فهمت باش الملاعبي ديما ساقي في القاع تكون اوبجيكتيف سبورتيف واحد يحشم على روحه ويحكي على ملالين تشوف كريستيانو اليوم حب الكوره ولونفي تحشم معناتها باش تحكي تقول كريستيانو اليوم تقول ما عندوش عشاء ليلة معناتها تشوف نفس الجرينتا نفس لونفي تشوف كل يوم عنده تحدي بين الملاعب التونسي والملاعب هذاك ما يمشوش بعيد في الاوروبا ما نوصلوش ما اشوف عقلية تفكير احنا رانا عندنا الامكانيات الفنية والبدنية واللي تحكيهم وخير منهم خير حتى من خير ما نحبش نقول من ليزافريكان هما سوا ديزون يمتازوا بالبنية الجسمانية معناتها كل شيء اما وين ما نمشي ويقول لك كاليتي تكنيك بلاس موسكين ام بصراحه برافو اللي قليل وين تلقى ملاعب يقول لك قبل كنت طايش وغلطت ديما لاصقوا فشكون ظلموني وعملوا لي انا ظلمت روحي وانا بديت بروحي ساعه انا ما عملت على حد وحد ما عمل علي مزيس اللي راهو في الكره لليوم اي انسان يقول انا السيد هذا عاونته ولا عملت معاه حاجه ولا كامش ولا اوكي راهو فيك شويه النور ولا الناس كل يدزوا بالمورال فهمت لكن انا اجتهدت فهمت وانا اللي وصلت للنيفو هذاك ونهارت اللي انا قضيت على روحي سي انا جلاسيو معناتها انا المتسبب في اللي صار وكنت نجم نكمل كاريري على اعلى مستوى. باهي الشهر هذاك كيفاش تعدى نيس اللي في الايقاف؟ خايب وذاك اللي بدل لي حياتي راه يلزمك تعرف لازم اليوم نعرف شنو يعني التوانسه تشوف شنو المشاكل اللي موجوده تحيه للمساجين كل شيء ربي فرج وين كان وقتها؟ في المرنقية فهمت؟ تحية لهم شاء الله ربي يفرج عليهم الحق للأمانة ما تريدوش لعدوك فهمت وقبلت شهر وعشر أيام صعاب برش وكهو كيفاش كان التفاعل مع المساجين كانش تفرجوا فيك في الكوب دافريك ولا قاوك بحضهم كيفاش شوف كي قمت الصباح في الوقت ذيك وقت تشوف بعد كوب دي موند استني وخرجوا الكل المعد سمعوا بيك انتي وقت موقوف واستنيوا كل باش من الأول ما نكذبش عليك
حسيت ظلمت روحي نمشيو فاصل، كنت نجمو نمشيو فاصل الموسيقى وبعد نرجع فيه.